وبالنسبة لأحكام القضاء النهاردة يعني متوقعة بديهية يعني من دولة عسكرية، أكيد القضاء يكون فيها فاسد يعني. يعني دولة شفنا منها حاجات كتير جدا يعني تخلينا مش نستغرب من حاجة جديدة زي دي. دي حاجة يعني بتحصل على طول. يعني قضاء النهاردة حكم على زوج ب5 سنين سجن هو مسجون، وزوجة ب3 سنين. يعني ازاي عائلة تعيش في جو عامل زي ده يعني، أو دولة فيها ظلم زي ده؟ فاحنا مش مستغربين من حاجة زي ديت، لكن مستبشرين خير ان شاء الله ان ربنا سبحانه وتعالى لا يقيم الدولة الظالمة يعني ان شاء الله. الرحمن الرحيم. بالنسبة لقضية النهاردة على الحكم على الناس بال5 سنين، ان شاء الله ربنا يغزر كل ظالم بإذن الله. فاحنا ان شاء الله متوقعين كل دي يعني، عشان الدنيا ماشية كلها ظلم في ظلم، واحنا في افتراء كتير في البلد والظلم زاد ومفيش حاجة تنفعنا. وبأمانة يعني كل ما تيجي تمشي في حتة تلاقي ظلم أكتر وأكتر، فإحنا متوقعين كل حاجة يعني. هي الدنيا القضية معمولة ظلم في ظلم، فلازم يكون في حكم ظلم في ظلم، وإن شاء الله ربنا يغفرهم بإذن الله ويرجعوا لأهلهم سالمين بإذن الله. القضاء المصري بصراحة يعني قضاء أثبت إن هو قضاء نزيه، قضاء شامخ إن شاء الله عليه. بالنسبة للأحكام الجائرة النهاردة اللي حصلت، إحنا كل تعليقنا عليها حسبنا الله ونعم الوكيل. الذين قال لهم الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. القاضي مشكلته ان هو مش عارف ان هو هيقف يوم الامام الله عز وجل ويتحاكم بدون اي اشارات وبدون سيسي ومن غير اي حد. بس احنا كل اللي احنا نقوله ان احنا في حكم ظل حكم العسكر متوقعين اي شيء، وعند الله ان شاء الله تجتمع الخصوم. وبعدين انت عايز ايه من قضاء يعني بره مبارك بعد 30 سنه ظلم وفساد ورشوه ومحسوبيه وامراض وكل ده يعني، وحكم مثلا على ناس محترمه زي الدكتور مرسي والدكتور عبد الرحمن البر، عامل له مثلا قطع طريق، حكم على بالاعدام، حاجات كلها يعني الطفل الصغير يعني ايه يعني عقله لا يتحملها. احنا بصراحه بنحمد ربنا ان ربنا لسه سايبنا عقل في دماغنا اللي هم بيعملوه فينا ده. بس ان شاء الله احنا مكملين وان شاء الله مش هتزن اي حاجه يعني. بالنسبه للقاضي المنصوره، القاضي اسامه عبد الظاهر رئيس محكمه جنايات المنصوره، معروف عنه قاضي ظالم تبع دوله العسكر، محكم ب3 سنين و5 سنين و10 سنين، واحكام اعدام واحكام مؤبد، حكم المهندسين والاطباء وكل العلماء، وطلع مبارك براءه وجميع حاشيته وزمانته. وانا كلهم ولا حسبنا الله ونعم الوكيل، دوله قضاء فساد ظلم قهر طغيان.